الحمد لله امتازت بالشرف ديال الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، واللي عرفت واحد المشاركه مكثفه ديال الفنانين اجانب وافارقه، لان هذا العام كانت عندنا التيميه ديالها يعني لو تيم ديال هذا السنه، فحاولنا يعني نخصوه لافريقيا، وكانت واحد الفرصه باش خلقنا واحد الارضيه ديال التبادل التجربه والخبره بين فنانين اجانب من فرنسا من الشيلي وكذلك أفارقة عرب أو إفريقيين وكذلك مغاربة، حيث أنه بغينا وصرينا باش تكون واحد الفرصة باش الشباب المغربي تكون عند الفنان المغربي تكون عنده واحد الفرصة باش يكتشف الفنانة الأجانب في هذا الميدان ديال ما يسمى بالفن فن الشارع. وبالنسبة لنا فهذا المشروع مشهير يعني تنموي وجمالي محتضن من العلامة الترابية ديال كازابلانكا، ولكن فهو يعني مشروع ثقافي اللي تيسمح لنا تعطينا الفرصة باش ننزلوا واحد الفن الى الفضاء العمومي باش تكون باش نكرسوا في الذهن ديال الساكنه البيضاويه بان كاين واحد الفن اللي هو في المتناول ديال الجميع، وفي نفس الوقت فتتكون فرصه باش يعني تنعطيو واحد الرونق واحد الجماليه للشوارع ديال مدينه الدار البيضاء والاحياء ديال مدينه الدار البيضاء.